زربتي خبزي مسفنج اجي للح الدري بقوله الجديدة على حقها وطريقها وبالمنافع ديالها كلها كتبقى بالخير ديالها بواحد الطريقه سريعه معتمده منذ سنوات. اول حاجه حبيبه ديالي كتجيب البقوله تنغسلها بشويه ديال الملح شويه ديال الماء وشويه ديال الخل، يعني معلقه صغيره ديال الخل مع الماء. من بعد ما تنشفها تماما خاصها تنشف مزيان كنقطعها هكا طريفات كنخليها شويه انا هي حيه، يعني كنخلي فيها الروح ديالها. ممكن انت الا بغيتي تقطعيها مزيان تقطعيها كتبقى حسب الذوق ديال كل وحده فيكم، خذوا الطريقه وديروها بالذوق ديالكم. كنجيب حتى الربع البنات، كندير واحد الكميه مهمه من الربع حتى هو كنقطعو شويه غليظ هكا باش يبقى كناكل وكنحس بالبنه ديال الربع. كنجيب البقوله كنديرها في الكوكوطه، كنجيب الثومه دريسات كتري ليا لالا الثومه، تنجيب الحامض مصير هذا اللي حضرت معاكم السنه الماضيه كنرمي الزيتون وما كنديرش الملح بزاف لان هذه كتكون ديجا راكم عارفين زيتون وهذا تيكونوا مالحين تندير غير قبيصه ديال الملح، تندير شويه ديال زيت زيتون وتندير نص كاس صغير عندي داك الكاس الصغير ديال الماء هو اللي تندير. تنسد ديال البنات الكوكوطه تنحطها فوق البوطه تنخليها غير تبدا تطلع الصفره، يعني وقفي حدا الكوكوط كدير على نار مويان غير تبدا تطلع الصفيره الاولى، كنقصها تماما على شميعه تنحسب 10 ديال الدقائق وتنحل غتلقاوها واقفه وزوينه. هنا غادي يقولوا لي ما طيباش البنات، راه طيبه ودايبه وكل شيء واللون ديالها تبقى واعر لان تبقى فيها الكلوروفيل ما تيخرجليش مع البخار كيف ما كنسلقوها او كنبخروها. وكيف كتشوفوها هي ما شاء الله كتهبط ومازال غادي نوريكم اكثر انها يعني طيبه مزيان. وهنا الكوكوطه كتبقى نقيه وزوينه. كندير شويه ديال الحار، انا هنا عندي ما عنديش الهريسه درت غير هذه، كندير سكينجبير كندير الملحه غير شويه ديال الملحه، كندير الابزار الكمون كتبغي الكمون كتري ليا الحبيبه الكمون والقزبر يابس، وتندير سكينجبير كندير نزيد شويه ديال زيت الزيتون لان تيعجبني يكون فيها زيت الزيتون، تندير شويه ديال التحميره الى عندك الحار حبوب او سودانيه ديريها. وكيف كتشوفوها هي طايبه دايبه اللون ديالها واعر وطيبه. بغيتي طيبها اكثر زيدي شويه الماء وطيبي اكثر، المهم انا هذا عندي هو القياس اللي كنخدم به. انا تنعطيكم فكره وانتم ديروا على الطريقه ديالكم. وكنخليها تتشحر مزيان 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 وتنحطها للاحباب ديالي سهله مهله وديال الناس اللي ما عندهاش الوقت. وهنا غادي نقول لكم البنات ما تحكموش على الحاجه حتى تجربوها، عافاكم لانكم راكم درتوا لي حاله في التعاليق ما عارفين حتى شي حاجه وكتهضروا، جربوا بعدا وانا راه الاشاره بصحتكم.